حلو نطلع من جو عالم السياسة. المستشفى العسكري مستشفى يعني للمرضى، علاج العسكريين صح؟ في بعض الله يهداهم العيال يحبوا يبون قواريهم والسكتر وداخل المستشفى تقول لا لا ما تصير. شوفوا انت ترى أنا في المستشفى العسكري، ها سكوتر ومسخرة. شوفوا شوفوا هذا المستشفى العسكري زين. يعني سؤال المستشفى العسكري ما في علاقات عامة يقولون يا صبيان عيب في ناس مرضى في ناس يزورون، يعني يا يزورون أبوهم ما يخالفوا أو العسكري المريض، يعني العيال ماخذين راحتهم زي ما في مرضى ولا فاضل المستشفى طلعين المرضى كلهم من الأخوان في وزارة الدفاع؟ وزارة الدفاع يسمعوننا؟ عادي واحد يقول لي إيه عادي بالكويت، وإي والله كل شيء يصير بالكويت. لذلك إن شاء الله في الوقت المتبقي إذا معاي في 7 دقائق 8 دقائق الأخيرة راح أفتح الاتصالات معاكم عبر الانستغرام ولا تويتر، أما الواتساب 5592-4598 كل ملاحظاتكم والفيديوهات اللي ترسلونها لنا لعرضها عبر حديث الكويت والناس. عيد الرقم 5592-4598. القضية المهمة اللي احنا